يعني طيب انت جبت سيره واحد يعني حبيبي قوي، وهو شرفنا هنا في البرنامج، وكنا بنقعد الساعه 7:05 عشان نسمع الخال 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 يا خال. ازيك يا خال؟ وحشني. ربنا يحوش النهارده اتنين اهلاويه عليا، ربنا. انت في القلب. كل سنه وانتم طيبين يا اولاد، والله فيكم يا حبايبي. ربنا يديك العمر والصحه ويخليك لينا ونتمتع بيك اكتر فاكتر. فين ايامكم الجميله والروح الرياضيه الحلوه؟ يا خبر ابيض، فين انت شايف ان الحاله دي ممكن ترجع تاني يا خال؟ انا بفتكر الايام دي. طب انا مش عايز اقول لك اني انا ساعات ببكي، ايه رايك بقى؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله، صحيح. اهلا اهلا يا عزت، ازيك يا حبيبي؟ اهلا بيك، اهلا بيك ابو كباتن. ابو كباتن ازيك يا خال يا جميل؟ ربنا يخليك يا حبيبي، اشكرك اشكرك، كل سنه وانت طيب يا حبيبي. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الحلقه، وما زلنا بنعاني هذه الفترة من المعلقين. انت ما زلت برضو بتوطي الصوت زي ما انت كنت متعود يا خال؟ لا بيني وبينك يا ساعة ساعات بقفل والله بتفرج كده صمت يعني. لا رغي اكتر من اللازم، ومعلومات يعني بتاع وقفشات وحشة لا يعني كفاية كده، مش عايز اقول اكتر من كده يا عزت. يعني طب انت لما الكابتن عزة كان بيتكلم دلوقتي، كان ماسك سكرتير عام الاتحاد في الفتره بتاعت اللواء حرب الدهشوري. ايوه. وبيقول لي كان من الناس الجميله كده. وانا كنت عضو في مجلس الاداره مع حرب. ايوه، ما هو لسه بيقول لك والخال كان معانا. قلت له ده هنتصل مع الخال. انا عشت سنه جميله جدا في هذا المجلس. وكان عزة يعني اللهم صل على النبي الاداري اللي يعني ياخد 10 على 10. وبقولها مش عشان هو قاعد قدامك، لا انت صريح. انا بقولها للتاريخ. نعم. انا بقولها للتاريخ. نعم. السنه اللي قضيناها في مجلس اتحاد كره القدم اظن كانت 90 91، مش فاكر بالظبط. 91 ممكن هو يفكرني سنه كام يعني. 92 92 كانت من اجمل السنوات اللي يعني مش عايز اشكر في المجلس، لكن المجلس كان ممشي يعني، كانت الكوره منضبطه انضباط شديد جدا، اضافه الى عمل اداري متميز كان بيقوم به الكابتن عزة أورو، اضافه الى الكابتن حرب يعني كمان كان راجل مجيد في عمله. يا سلام يا سلام. طيب انت يعني نفس المستوى بتاع الاداره ده، هو كان نفس مستوى زي مستواكم في الكره. في الكره قد ايه كانت الكره حلوه، كمان الاداره كانت حلوه. نعم. ده اللي عايز اقوله. نعم نعم. انت شايف يا خال ان اتحاد الكوره في الفترات الاخيره اللي كانت بعد كده، في ناس جت اشتغلت وحققت انجازات، وفي دلوقتي حال الكوره، انت شايف حال الكوره في مصر ايه دلوقتي يا خال؟ انا والله شوف يعني انا بقول لك على حاجه انا يعني مقروص منها، هتعرف حال الكورة. الدوريات يا كابتن خلصت في كل الدنيا. أنا لسه الدوري بتاعي قدام شهر ونص عشان يخلص. الله، ما فيش جدول يحترم، ما فيش جدول يتحط علشان تبقى في توقيت معين، يبدأ الدوري يوم كذا وينتهي يوم كذا، مين هيروح في الحر ده؟ أنا معاك. يعني حرام كده، حرام. أنا معاك أنا معاك والله. الدوري يقعد طول السنة. طب الدوري الموسم الجديد هيبتدي إمتى؟ ده هيبتدي بعد ما يخلص ابو اسبوعين. ده يعني يا دوبك مش هيلحق ياخدوا راحه. لا 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 لا، يجب ان يكون هناك يعني تنظيم. اللعبه المعشوقه التي يعشقها الناس والتي يحبها الناس، يجب ان تكون الاداره بتاعتها على قدر مستوى هذه اللعبه من الحب والعطاء. اللي يديروها يجب يكونوا على مستوى كبير جدا من العطاء للكوره الجميله اللي الناس بتحبها وتتفرج عليها. نعم نعم. انت معاك الكابتن عزت بقى، ما كان شغالين مع بعض في الفتره اللي هي سنه 92. قول لنا على موقف كده، والكابتن عزت يحكي معاك كده على موقف حصل له. انا افكرك انا كنت متعين سكرتير عام الاتحاد. بعد النقاش اجتمعتوا انتوا وقلتوا لي مين اللي هينفذ الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده. فقدم استقالتك وامسك مدير فني الاتحاد ونفذ الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه دي. فاكر هذا الكلام؟ بتفكرني. وبعدين فعلا قدمت استقالتي من السكرتير كسكرتير، ومسكت مدير الفني للاتحاد
وابتديت اشتغل عشان ننفذ الحاجات اللي احنا ناقشناها، قطاع الناشئين وقطاع والمركز المعلومات ومعهد الكوره، وتنفذت على اكمل وجه واجمل صوره. الحمد لله الحمد لله. بس الحاجات دي موجوده في ربنا يدي لك ثواب المجهود اللي بذلته. الله يخليك، ربنا يخليك يا خال، الله يخليك، ما يحرمناش منك ويدي لك الصحه والعمر كده ونتمتع بيك كمان وكمان. الله يخليك يا مجري، وانت يا عم اللهم صل على النبي، خلاص بقيت بعد سبحان الله. الله يخليك، البركه في ربنا. مقوله قد الدنيا دلوقتي بقيت نجم اعلام، صل على النبي. احنا بنلقط منك يا خال، بنلقط. لا 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 لا، واضافه لذلك القوه بتاعتك في الشاشه يا مصطفى، انه محدش بيقول لك عليها القوه دي، في حاجه في مجال الاعلام اسمها الطوله الاعلاميه. ده فضل من ربنا والله يا خال. فضل من ربنا، ربنا يديمها علينا ويديمها عليك الصحه والعافيه. شكرا يا ولاد، كابتن عزت عاوز يقول لك حاجه. اولا شكرا انك اتحترنا نسمع صوتك ونصايحك وكلامك الجميل، ربنا يديك الصحه والعافيه. كرمك يا حبيبي، كرمك يا حبيبي. شكرا، كتر خيرك يا خال. يعني انت داخل السكرتير دخلت مسكت مدير فني. لان قعدنا نتناقش في الحاجات دي، فلاقوني يعني